السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا شرح مبسط لو عندي داتا وعايز ارسمها بشكل بياني، ارسم بياني او جراف، يعني عايزين نعملها جراف. انا عندي داتا هنا، لو انت شايف قدامك في تيبل بسيط جدا، الـ year 2015 2016 2017 18 19 20. عندنا هنا number of tourists during the certain year 2.5 3.2 3.5 4.5 5.3 2.5. طيب انا عايز ارسم جراف ليها جدا. انا فاتح بطريقه بسيطه جدا، مش فيها مشكله خالص ان شاء الله. انا فاتح الفايل بتاع الوورد بتاعي، هخش على انسيرت، انسيرت هختار الشارت. طبعا الشارت هيطلع لك بقى حاجات كتير جدا، مثلا هنا اللاين ازاي ترسم بلاين، تعمل باي شارت اللي خدناه قبل كده، عندك مثلا بارز بالجنب، وعندك الاريا، عندك سكاتر، عندك ماب اند سو اون. احنا هناخد ابسط حاجه بسيطه معانا اللي هي يعني اللي كلنا هنستخدمها ان شاء الله، اللي هي الكولوم. ادي الكولوم، اضغط عليها اوكي، هيطلع لي الكولوم. ده الرسم بتاعي، ده البارز بتاعتي، وهنا فتح لي فايل اكسل اللي هدخل فيها الداتا اللي عندي. تمام. تعالوا بقى نمسك اول مشكله ممكن تقابلك، هو ان هنا 3 بارز وانت عندك هنا 1 بار بس. يعني احنا عندنا هنا 1 بار لكن هنا في 3 بارز، ودي مش مشكله، دي حاجه بسيطه جدا. انا ممكن اضغط على بار اخضر منهم اللي مش عايزه، طبعا هو يعلم على الباقي، يعني انا اخترت واحد وهو علم على الباقي. هضغط على زر ديليت، اتشال البار الاخضر، نفس الفكره برضو البار الاحمر هو علم على الباقي، فنشيل الاحمر، ابقى لي هنا البار الازرق اللي انا عايز استخدمه. اتس اوكي، مفيش مشكله. طيب نبدا بقى هنا نظبط الرسم اللي قدامي، الجراف اللي قدامي على الداتا اللي عندي. انا عندي هنا الـ year 2015 2016 لكل بار فيه هنا year، طبعا هنا كاتيجوري 1، فهضغط على السيل في فايل اكسل، السيل بتاعت كاتيجوري 1، هكتب بس، انا ضغطت هكتب 2015 بس. اضغط على السيل اللي بعدها، هو ذات نفسه هبدا يغيرها لك 2015. طيب هنا 2016، واضغط السيل اللي بعدها هو يغيرها 2017 2018. طيب انا عندي هنا في السل الثانيه اللي هي 2019 و20، خلاص انا هضغط على سل زياده وازودها 2019 2020. طيب هو ساب لهم مكان على فكره، يعني باي ذا ساب لهم مكان. تمام. هنا سيريز 1 ده اللي هو اسم الجراف بتاعنا ده، ممكن احنا مثلا نعدله ونخليه مثلا بدل ما هو سيريز 1 خليه توريزم. اضغط على السيل بتاع سيريز 1 توريزم، تمام. هو غيرها، غير الجرافيك هنا بقى توريزم. طبعا البارز بتاعتي، طبعا اول واحد 2.5، هنا 3.4.3، خلاص هضغط على السيل برضه هكتب 2.5. وانا بكتب 2.5 ودخلت على السيل اللي بعدها، هو هيخلي لي، هيظبط لي البار بتاعي على حسب الرقم الجديد بتاعي. هنا 3.2 3.2، هنا 3.5 4.5، خلاص 5.3 2.5. تمام. هنا ظبط لي البارز. انا بقى عندي هنا سيريز 2 3 مش عايزهم اصلا، لان هو دول البارز اللي انا شلتهم، فممكن اعلم على السيل بتاعتهم كلها واعمل لهم ديليت، مفيش اي مشكله خالص، مش مهمين معايا اصلا، ولا هم فارقين معايا ولا هم مرسمين معايا. تمام. هنا الداتا كده ظبطناها. بقى حبه تظبيطات جوه الجراف. انا مثلا عايز ارسم خط تحت هنا، خط فوق في الجنب هنا، مفيش اي مشكله خالص. انا هضغط على الارقام ده، اهي الرقم اللي عندي ده اهي، ضغطت عليها علمت عليها اهو، هعمل كليك يمين عليها، يا ضغطتين يعمل كليك يمين فورمات. تمام. طلع لي هنا البوردر، ثانية كليك يمين دبل كليك، بالظبط كده. هنا الاكس بتاعي، دي بقى حاجات جوه الاكس بتاعي اللي انا عايز اعملها. انا عايز اعمل اوبشن الاكس،
انا هختار اللاين بتاعي، اهم حاجه عندي اللاين اللي هو الخط اللي هيطلع هنا. طيب انا هخليه سوليد واديله الكلر، عايزه يكون موف تمام مفيش مشكله، عايز يكون بلو حسب ما انت عايز. وهختار هنا الويث بتاعه، هو موجود بس الويث بتاعه صغير فاحنا مش شايفينه، فهنكبر الويث بتاعه ونخليه مثلا 2 او 3 2 اهو بدأ يظهر اللون الازرق اهو بتاعنا، وخليه هنا طبعا هو فلات، كل ده مش مشكله بالنسبه لنا. خلي بس الاند ارو بتاعي يكون فيه ارو، هو طالع يعني بارو كده. رسمنا الخط هنا. طب انا عايز ارسم دون برضو، خلاص تمام هضغط عليهم برضو نفس الفكره واختار اللاين بتاعي نخليه سوليد، ولو عايزين نفس اللون مفيش مشكله ونزود الويث بتاعه تمام، وابدا اختار الاند ارو بتاعي. يبقى انا عملت خط يمين خط فوق وخط تحت مفيش اي مشكلة خالص. طيب انا عايز مثلا التكست ده اعدل الارقام اللي جوه دي، عايز الونها، عايز اعمل يبقى تكست فيلن، ممكن نعدل الالوان بتاعتها نخليها مثلا موف، ونروح عند الهوم نكبر الفونت شوية، عايزين نديها لون تاني برضو ريد مثلا براحتنا مش اي مشكلة خالص. كل ده حسب ما انت عايز تظبط جدولك، عايز تظبط ارقامك نفس الفكرة هنا برضو، ممكن نروح عند هوم وديها نفس الكلر ده كله يرجع. طيب انا مش عاجبني اللون ده اللي هو اللي مش عارف اللون ده ايه، فهخش هنا اضغط على الرسم هيطلع هنا فوق التحكم بتاعي في الديزاين شارت ديزاين، ممكن اعدل هنا الكلر تشينج كلر، ممكن اخليه موف ممكن اخليه بلو ممكن اخليه اي لون جرين حسب ما انا عايز براحتي مفيش اي مشكله بالنسبه لي. ممكن اصلا هنا في ديزاينات كمان في ديزاين فينا ديزاين ممكن احط فيه هنا ارقام، احط فيه هنا تلوينه معينه، احط هنا اخليه 3D حسب ما انا عايز، اعمل هنا في باك جراوند في الكلام ده كله حسب ما انا عايز في الديزاين اظبطه تمام. طيب انا عايز اضيف بقى كلمتين على الاكس ده وعلى الاكس ده تمام. هنا في بلس، في علامه بلس هنا الاكس تايتل، التايتل ده بتاع الاكس اسمه ايه تمام. انا اضغط على الاكس تايتل فطلع لي الاكس تايتل هنا، هكتب ان ده الير هكتب ان ده الير بتاعي، وطبعا الكلمه مش واضحه عايز اكبرها، يا اما اضغط هنا يا اما ارجع لهوم برضو، هرجع لهوم هنا واكبر بقى الفونت بتاعي براحتها كلمه عشان تبقى واضحه، اديها خط بولد واعمل لها لون مختلف مثلا عشان تبقى باينه، لون مثلا ازرق كده براحتي مش اي مشكله خالص. وهنا برضو في الاكس ده نكتب بقى نمبر اوف تورست طبعا نفس الفكرة هعلم عليها كلها، هعلم عليها واديها فونت كبير شوية عشان تظهر، واديها لون واديها بولد واظبط الدنيا على حسب ما انا عايز اظبطها وانا شايف الجراف بتاعي بعمل ازاي. اظن كده الرسمة بقت كويسة جدا مفيش فيها مشكلة خالص، الدنيا بسيطة وسهلة، واعتقد ان الموضوع بقى اصبح سهل بالنسبة لنا. طبعا ده بقى في حبة تحكمات هنا يعني عايز تستخدمها محتاج تخش تتعلم حاجات شوية، لكن ده يعتبر البيزك بتاعنا في ازاي ارسم جراف بطريقة شيك وسهلة وجميلة وبسيطة، والدنيا تبقى ان شاء الله بسيطة جدا. انا مبسوط ان انا وضحت لكم الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحضراتكم.